الحقيقة إشارة المهندس عدلي على إنجازات حسين أو إنجازات الأهلي كمان، إنه خد ثالث وخد رابع في كأس العالم للأندية في شكلها القديم اللي الفيفا قرر إنه يغيره ابتداء من النسخة الحالية، بيلفت نظري كلام الكابتن أحمد حسن الصقر في بداية الاستوديو الخاص بمتابعة الحدث بتاع القرعة. كان مع محمد المحمودي في أون تايم سبورتس، ومعاهم الدكتور طارق الأدور والكابتن أحمد حسام ميدو. حقيقة كابتن أحمد حسن مصمم على إن البطولة بنظامها القديم كانت شرفية، والدكتور طارق الراجل كراجل معلوماتي يقول له شرفية إزاي؟ البطولة رسمية والفيفا إدالها أرقام، خدت نقاط، الفرق اللي فازت بيها خدت نقاط في التصنيف وبطولة رسمية. يقول له لا هي شرفية، ومصمم أحمد حسن قفش في كلمة شرفية، فابتدوا كلمة شرفية على إنها بطولة ودية. هنا بس لضبط المفاهيم، لانه الكلام لما بيطلع من واحد عميد لعيب العالم يحتاج مراجعه شويه في المعنى نفسه. شرفيه بتطلق على حاجه ما هياش رسميه، حاجه شرفيه، انما دي بطوله يا كابتن. الاهلي لما خد فيها مركز خد نقاط في التصنيف العالمي، ريال مدريد لما فاز بيها او ليفربول او غيره من الانديه اللي فازت بيها بتاخد نقاط في التصنيف. فكرة انك انت البطولة كانت كده، يقول احمد يقول له لا ما هو ما فيش حاجة اسمها فريق يجي يلعب مباراة واحدة وياخد الكاس ويمشي، هو ده كده شرفية. ما دي النقطة. فالدكتور طارق الادور بعد اذنك قال له مبدئيا بطل اوروبا ما كانش بيلعب ماتش واحد، كان بيلعب سيمي فاينل وفاينل، واخد بالك؟ لا حتى لو ماتش واحد. اه انا فكرة ان كل واحد عايز يفسر نظام عشان يعترف بيه. هنا النقطة. ايوه انت دلوقتي هو النهاردة، طب البطولة اللي جاية دي شرفية في وجهة نظره؟ لا قال لك خلاص بقت رسمية. لحظة واحدة. ليها قاعدة استثنائية ولا لا؟ مش هيفتح لها باب قيد اهو. هيتعامل معاها بشكل استثنائي. فمحدش يتكلم في حتة إن أصل المفروض يحصل. المفروض يحصل مش إحنا اللي بنقوله. الاتحاد الدولي اللي بيقوله. بطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي وليها جوائزها وليها ترتيبها وليها توقيتها اللي الصارم اللي ما بيتلعبش فيه. يعني وانت شفت لما الاهلي كان نص فرقته مع منتخب مصر ازاي الاتحاد الدولي تمسك بالمعاد. دي لو بطوله شرفيه وديه كان هيقول لك طب اجلها. لا هو كمان الادعاء بانه شرفيه علشان فريق بيجي يلعب ماتش، هو لما بيلعبش ماتش بيلعب ماتشين، كان بطل اوروبا. بس ده ادعى انه اللي بياخد مركز ثالث زي النادي الاهلي، لا ده هو كده بذل مجهود اكتر من اللي خد البطوله. ده ادعى انه مركزه يقيم ومشاركته تبقى ليها قيمه كمان. فكره ان انا ده نظام الفيفا حطه، وحتى طارق الادور قال له على فكره الانتر كونتيننتال لما كانت بتتلعب بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه كان معترف بيها مع انها مباراه واحده. فارجوكم نجومنا السابقين في التصدي لمثل هذه الموضوعات ذات المعلومات، لا مش فكره راي شخصي. الراي الشخصي الفني خلاص كل لاعب بخبراته وقيمته وتفسيراته وتحليلاته، لكن ما يخص النظام الرسمي للبطوله معتمده رسميا فيتفهم منها. يعني احمد حسام ميدو راح قايل له يعني كده الاهلي كمركز ثالث وبرونزيه مش معترف بيها، يقول له لا معترف، يقول له ازاي ما انت بتقول شرفيه، فيوقع نفسه في مطب ما بين الشرفيه والرسميه. هي بطوله رسميه لان ده نظام البطوله، كون النظام يتغير ما فيهاش حاجه اسمها ما كانش فيه عداله، لا في ميزان نسبي، في ميزان نسبي للبطولات القاريه. بدليل انت النهارده كاس العالم للانديه في النظام الجديد بتاعها 12 نادي من اوروبا، هل هتقدر تقول لي اخد عدد انديه من اوروبا مساوي لكل اعداد القارات؟ لا، في النهايه الفيفا حط اشتراطات فنيه وفقا للمقياس الفني لدوري ابطال كل قاره، وبناء عليها حدد عدد الانديه المسموح بيها في كل قاره. يا ريت بس شويه، لان واضح ان الانجاز الكبير اللي عمله الاهلي بالتاهل للنسخه الاولى محتاج فعلا من الكل يقدر ويفتح الباب للجميع. ما عجبنيش كلام كمان الزميل المحمودي في البدايه بيسال ميدو هو انت هتشجع الاهلي النهارده؟ قال له لا انا ما بشجعش حد، هو بشجع الزمالك. استاذ ابراهيم ولا التفتيش في حته المشاعر
مش محله. ثانيا معلوم انه الناس كل حد بيشجع ناديه. اللي موجود في الحدث دلوقتي النادي الاهلي، اللي عايز يشجعه مشكورا، واللي مش عايز يشجعه يا ريت اي حد يتصدى للاعلام ويكلم الناس. بلاش تصدم مشاعر الناس وتعبر عن راي صادم لمشاعرهم، لانه اعتقد ده حتى خارج حدود اللياقه بين الجماهير. ايه الجدوى؟ اصلا ملاحظ ترند كده عمال يتنامى. هو مين زملكاوي ومين اهلاوي من اللعيبه؟ هو مين زملكاوي ومين اهلاوي من الفنانين؟ ايه السؤال ده؟ ايه مجال الفخر والاعتزاز ونعملها كانها شخص كانها مسابقه مين اهلاوي ومين زملكاوي؟ يا اخي كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ولا يضيف لاي نادي ولا ينتقص من رصيده انتماء افراد، انتماء الافراد مهما كان حجمهم. صحيح صحيح، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش احتراف كمان. هتشجع الله، هشجع ولا مش هشجع؟ ايه يعني الكلمه دي؟ يعني هل مقصود بيها الاستفزاز ولا يا ريتك تشجع عشان الفرقه تكسب؟ يعني انا هسال سؤال يا عادل، طب هتشجعني وانا بلعب؟ هفيدك بايه لو قلت لك لا؟ هضرك؟ هتقول يا نهار اسود، يا خبر ابيض، القيع مش هيشجع الفرقه او ميدو مش هيشجع الفرقه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ ما هو انت بطبيعه الحال، ودي برضو ليه علاقه بالتحفيل، يعني موضه ان احنا لا مش هشجعك في كاس العالم. اشجعك ليه؟ وحازم امام قال اتمنى لك الخير ليه وانت تكسب بطوله تحفل عليا بيه؟ عشان تحفيل. انتوا بتقدموا ماده التعصب للجماهير عشان التحفيل يا استاذ ابراهيم. لكن لو الناس طبيعيه وكل واحد يحتفظ بمشاعره بتكسب وتخسر، خلصت. احتفظ بمشاعرك. لا ايه الافصاح؟ يعني ايه الضرر انا جيلي ان فلان يشجع الاهلي ولا ما يشجعش؟ لا وبتصدر رساله ايه للجمهور؟ هي كده. الرغي وتليح كلامه بس. ويبقى يعني احنا اللي بنصنع ماده الشغب والتعصب ونلوم على النتيجه للاسف. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام تاني مهم.